في استجابة سريعة لاستغاثة سيدة بالرئيس السيسي لعلاج ابنتها هند الطالبة بكلية التجارة بجامعة طنطا والتي تعاني من أورام في العضلات منذ 6 سنوات، تقرر توفير كل الدعم والإمكانات لعلاج هند بالمستشفى التعليمي العالمي. وتم استقبال الطالبة اليوم ومناظرة حالتها قبل أن يتم تحويلها للمستشفى التعليمي العالمي لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية وعمل سونار ورسم قلب ووضعها في العناية المركزة. الحقيقة إن فعلا وصلت استغاثة من والدة بنتنا في يعني حوالي الساعة 11:30 مساء. أنا شفت الاستغاثة بالسيد فخامة الرئيس. طبعا الحقيقة أنا اعتبرت أن ده يعني بشكل مباشر تكليف لجامعة طنطا بالقيام بالاستجابة لهذه الاستغاثة بشكل مباشر، وفي هذا الإطار على طول كلمت عميد كلية الطب وكلمت المستشار الإعلامي للجامعة للتواصل مع والدتها على أساس نستقبلها صباح اليوم النهاردة ونعمل لها كونسولتو.